بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نديرو التصحيح ديال الامتحان الجهوي ديال 2023 دورة يونيو بالنسبة لجهة مراكش اسفي. دونك هذه كانت غير ايماج، ما واضحاش الصورة مزيان، ولكن غادي نحاولوا نوضحوا الأسئلة ونشوفوا الإجابة ديال الامتحان كامل إن شاء الله. ريثما يبان لي شي صورة أوضح إن شاء الله ونكملوا بها هاد الشرح هذا. دونك التمرين الاول كان فيه المعادلات، التمارين اللي موالفين كنخدموهم اللي كاينين دائما معادله بهذا الشكل، معادله ديال التعميل متراجحه النظمه ومساله كيقول الحل ديالها النظمه. دونك الخيار فرنسي وخيار عربي راه نفس التمارين، غير كتبقى ترجمه. غادي نكملوا هذا بالعربيه وغادي نعاودوا نديروا التصحيح ديال الخيار الفرنسي بوحدو باش ما نخلطوش على التلاميذ اللي باغيين يشوفوا التصحيح، سيرتو الناس اللي مازال ما دوزوش الامتحان والسنوات القادمه كذلك، حتى هما باش يستافدوا من هاد الشروحات هذه. دونك المعادله الاولى اللي عندنا 4x زائد 5 كتساوي 23 ناقص 2x. دونك الحل ديال هذا النوع من المعادلات بسيط جدا، دائما المجاهيل في الطرف الاول، هاد ناقص 2 اكس غنحولها تولي زائد 2 اكس، المعالم في الطرف الثاني 23 بقات في بلاصتها، زائد 5 غنحولها غتولي ناقص 5. ده 4 اكس زائد 2 اكس هي 6 اكس، 23 ناقص 5 هي 18. دونك اكس لا بغيت شنو غندير، غندير 18 مقسومه على 6، هاد العدد دائما مقسوم على هذا. دونك 18 على 6 اللي غادا تعطينا شحال، 18 على 6 هي 3، ومنه حل هذه المعادلة. حل هذه المعادلة هو 3، أو المعادلة تقبل حلا وحيدا هو 3. ندوزو دابا للمعادلة الثانية. دونك لدينا المعادلة اللي عندنا هنا 3 اكس ناقص 2 عامل ل 2 اكس زائد 1 تساوي 0. دونك عطيلكم معادلة معملة، ماشي بحال الجهات الاخرين، كاين بعض الجهات كيعطيك انت تحقق خاصك دير التعميل عاد تستنتج الحلول. دونك هنا عاطينك التعميل نيشان غدير، يعني اما دونك جدا عددين كيساوي صفر، يعني اما الاول كيساوي صفر ولا الثاني كيساوي صفر. دونك 3 اكس ناقص 2 كتساوي صفر، او 2 اكس زائد 1 هي اللي كتساوي صفر. اذا هنا 2 اكس بقات في بلاصتها، زائد 1 غنحولها تولي ناقص 1، او هنا 3 اكس تساوي ناقص 2 غنحولها غتولي 2. اذا اكس كتساوي ناقص 1 على 2، او اكس كتساوي 2 على 3. اذا هادو هما الحلول ديال هاد المعادله. اذا حلول هذه المعادله هي 2 على 3 وناقص 1 على 2، او المعادله تقبل حلين هما 2 على 3 وناقص 1 على 2. ندوزو للسؤال الثالث، حل المتراجحه. دونك المتراجحة اللي عندنا هي هذه 5 اكس ناقص 1 اصغر من او يساوي 2 زائد 3 اكس. دونك هذه هي المتراجحة، ودائما كيف ما قلت لكم تاكدوا مزيان، حيت كاين شي مرات كنقول المعادلة ولا المتراجحة خاطئة، كنجاوب جواب صحيح ولكن انا نقلت اصلا نقلتها خاطئة، دونك راه غيكون عندي الجواب خاطئ. دونك نركزو مزيان، كنهضر مع الناس اللي مازال ما دوزوش وديال السنوات القادمة حتى هما. دونك هنا 5 اكس غنخليها في بلاصتها، 3 اكس غنحولها تولي ناقص 2 اكس، صغر من او يساوي 2 بقات في بلاصتها، ناقص 1 غتولي زائد 1. 5 اكس ناقص 2 اكس هي 3 اكس، 2 زائد 1 هي 3. اذا هنا عندي 3 اكس اصغر من او يساوي 3، قلنا فاش كنبغي ندير القسمه كندير اكس كندير هذا العدد على هذا العدد بحال المعادلات 3 على 3، ولكن هذا الرمز ما نحطو تنشوف اشاره العدد اللي ملاصق مع اكس. عندي 3 موجبه، دونك ما كنغيرش الرمز كيبقى كيف ما هو. كانت عندي هذا العدد لكون كانت عندي ناقص 3 كنغير الرمز كندير العكس ديالو. اذا اكس اصغر من او يساوي 3 على 3 هي 1، وبالتالي حلول هذه
المترجحة هي جميع الأعداد الأصغر من أو تساوي واحد. إذا هذو هما الحلول ديال هاد المترجحة، جميع الأعداد اللي صغر من أو كتساوي واحد. دونك غادي نكملو التصحيح، ندوزو للسؤال الموالي. عندنا السؤال الرابع، عندنا فيه الحل ديال النظمة. دونك النظمة اللي عندنا هنا، عندي جوج إكس زائد ثلاثة إيكغيك تساوي 49، وعندي ثلاثة إكس زائد جوج إيكغيك كتساوي 46. دونك هاد النوع من المعادلات خدمناه بزاف المرات في امتحانات سابقة، ونفس كيكون عندنا المعاملات كاملين ما نقدرش او كتجيني باش ندير الطريقة ديال التعويض كتجي شوية صعبة حيت كيكون فيها الكسر. دونك من الاحسن نستعملو طريقة ديال التأليف الخطية. دونك طريقة التأليف الخطية، الا بغينا نتخلصو من اكس بحال غنوحد المقامات هنا، هاد ثلاثة نحطها هنا وهاد جوج نحطها هنا، دائما ثلاثة نحطها هنا جوج نحطها هنا، وغيكون عندي ثلاثة في جوج ستة، جوج في ثلاثة ستة. دونك خصني ضروري وحدة تكون ستة وحدة تكون ناقص ستة، دونك خصني ضروري نقلب وحدة الإشارة. دونك إما ندير هنا ناقص ولا نديرها هنا في وحدة. دونك غنضرب هاد المعادلة في ثلاثة في ناقص ثلاثة، وغنضرب هاد المعادلة في اثنان. دونك غادي نحصلو على النظمة ناقص 3 في 2 إكس هي ناقص 6 إكس، ناقص 3 في 3 إيكغيك هي ناقص 9 إيكغيك، وناقص 3 ما ننساش نضربها في هذا العدد. دونك ناقص زائد تعطيني ناقص 3 في 9 27 تبقى 2، 3 في 4 12 و2 هي 14. دونك 147. وهنا غنضرب في 2، 2 في 3 6 إكس، 2 في 2 إيكغيك 4 إيكغيك، جوج في ستة وربعين جوج في ستة 12 يبقى واحد، جوج في ربعة 8 وواحد هي 92. دونك دابا شنو غندير؟ غنجمع الطرفين ديال المعادلة طرف بطرف، هادي زائد هادي وهادي زائد هادي، وندير بيناتهم تساوي. هنايا الطرف الأول مع الطرف الأول، الطرف الثاني مع الطرف الثاني. دونك الطرف الأول عندي ناقص ستة إكس ناقص 9 إيكغيك، غنزيد عليها ستة إكس زائد ربعة إيكغيك. في الطرف الثاني عندي ناقص 147 غنزيد عليها 92. دونك هنا عندي ناقص 6 اكس زائد 6 اكس مشات، وهذا هو الدور ديال التأليفة الخطية. وناقص 9 زائد 4 هي ناقص 5 ايكغيك، شحال كتساوي؟ هنا عندي ناقص 147 غنقصها من 92، 7 ناقص 9 5، و14 ناقص 9 حتى هي 5. دونك ناقص 55. عندي ناقص ناقص مشات، وغتبقى ليا إيكغيك كتساوي هاد خمسة، غنقسم عليها غندير 55 على 5، 55 على 5 راه هي 11. دونك إيكغيك كتساوي 11، واضح. دابا غادي نمشي نعاود النظمة، أولا نقدر نعوض غير إيكغيك في واحد المعادلة من هادو ونلقى بها إكس، ولا نعاود النظمة جوج إكس زائد 3 إيكغيك تساوي 49، 3 إكس زائد 2 إيكغيك كتساوي 46. دونك في الأول وحدنا وبحال وحدنا ديال إكس وحيدناها، دابا غادي نشوفو ديال إيكغيك. هاد 3 في إيكغيك نجيبها هنا، وهاد 2 نجيبها هنا، وحدة فيهم نرجعها سالبة ونضرب في هاد الأعداد هادو. غادي نحصلو على هاد النظمة، ناقص 2 في 2 إكس ناقص 4 إكس، ناقص 2 في 3 ناقص 6 إيكغيك، وناقص 2 في 49 راه هي ناقص 92، حيت 2 في 49 عفوا ما ضربناش في 2. دونك غنضرب 2 في 9 18 يبقى 1، 2 في 4 8 1 9، دونك 98. وناقص ما ننساهاش هي ناقص 98. دابا 3 في 3 اكس هي 9 اكس، 3 في 2 ايكغيك هي 6 ايكغيك، و 3 في 6 18 يبقى 1، 3 في 4 12 و1 هي 13. دونك 108 و30. دابا غادي نجمع الطرفين طرف بطرف، ناقص 4 اكس ناقص 6 ايكغيك، غادي نزيد عليها 9 اكس زائد 6 ايكغيك، ندير تساوي، ونمشي للطرف الثاني ناقص 98 غنزيد عليها 138.
دونك 6 إيكغيك مشات مع ناقص 6 إيكغيك، ناقص 4 إكس زائد 9 إكس هي 5 إكس. هنا عندي 138 ناقص 98، 8 ناقص 8 صفر، و 13 ناقص 9 هي 4، دونك هي 40. دونك إكس شنو كتساوي؟ تساوي 40 مقسومة على 5، إذن إكس كتساوي 8. واضح؟ إذن هاكا لقينا إكس كتساوي 8، إيكغيك كتساوي 11. وغادي ندير إذن حل هذه النظمة، هو الزوج. دونك اكس 8 دائما كنبدا باكس هي الاولى، و ايغريك 11. دونك 8 11 هو الحل ديال هاد النظمة هادي. غادي ندوزو دابا للسؤال الخامس ديال المسألة. دونك المسألة كنتمنى تكون باينة مزيان، نقرا المسألة مزيان نفهمها. دونك في أحد المقاهي واحد القهوة، طلبت عائلة أحمد 4 أكواب من القهوة. دونك عندنا واحد جوج عائلات، العائلة ديال أحمد طلبت 4 أكواب ديال القهوة و6 ديال الكؤوس ديال عصير الليمون، واضح؟ وأدت مقابل ذلك 98 درهم. دونك خداو 4 ديال القهاوي و6 ديال العصير، خلصوا 98 درهم. قالك في حين طلبت عائلة سليم، العائلة ديال سليم طلبت 6 ديال الأكواب ديال القهوة و4 ديال العصير، وشحال خلصت؟ خلصت 92 درهم. السؤال شنو هو؟ قالك حدد ثمن الكوب الواحد من القهوة وثمن كأس عصير الليمون. دونك مسألة بسيطة جدا، غادي نمشيو ونديرو المراحل ديال الحل ونشوفوا. هنايا لاحظوا 98 هنا عندنا، دونك غنشوفوا واش هاد، حيت هنا 4 5 تقدر تكون المساله هي الحل ديال النظمه، تقدر ما تكونش. دونك غادي نمشيو نبسطوا النظمه ونشوفوا واش تعطينا هذه ولا لا. دونك نمشيو لحل المساله. المرحله الاولى ديال وضع او اختيار المجاهيل. المجاهيل قلنا كنمشيو للسؤال، ثمن كوب الواحد من القهوة، دونك غندير ليكون إكس ثمن، غنشوف إكس بعدا نشوف العلاقة، خصني ضروري نشوف واش المسألة عندها علاقة بالنظمة ولا لا، باش منقلبش إكس مع إيكغيك. دونك طلبت عائلة أحمد 4 ديال الأكواب، هنا عندي 2 إكس 6، دونك 4 قسمنا 4 على 2 عطينا 2، 6 على 2 عطينا 3، بشحال خلصاتهم؟ 98 إلا قسمناها على 2 حتى هي غتعطينا 49. دونك هذه المسألة الحل ديالها هو النظمة، بحيث إكس هو الأكواب ديال القهوة، دونك غادي نعطي إكس ثمن كوب واحد من القهوة، و إيكغيك ثمن كأس عصير واحد من الليمون. من الليمون، نعم. هذه المرحلة الأولى. دابا غادي نجيو لصياغة النظمة. دونك باش نصيغ النظمة، عائلة أحمد طلبت 4 الأكواب، دونك طلبت عائلة طلبت عائلة سليم أو أحمد، صافي كتبنا سليم، نمشيو عند سليم، ها هو 6 ديال الأكواب من القهوة و4 كؤوس من العصير، وأدت مقابل ذلك 92 درهم. دونك كل كوب الثمن ديالو اكس، دونك الا خداو جوج كيسان ديال القهوه غيخلصوا 2 اكس، 3 الكيسان ديال القهوه غيخلصوا 3 اكس الى اخره. دونك هما خلصوا خداو 6 ديال الاكواب ديال القهوه، دونك غيخلصوا 6 اكس، زائد
ربعة ديال الكيسان ديال العصير، كل كاس دير إيكغيك، يعني ربعة إيكغيك، بشحال؟ ب92 درهم. دونك هذه هي المعادلة الأولى ولا الثانية، حيت بدينا حنا بالطرف الثاني من المسألة. دونك طلبات، نسينا واحد الطبقة. نمشيو دابا لعائلة أحمد. طلبات عائلته أحمد ربعة ديال الأكواب ديال القهوة، ندير غير ربعة قهوة وستة عصير، وأدت شحال؟ أدت 98 درهم. دوك ربعة ديال القهوة غيخلصوهم بربعة إكس، زائد ستة ديال العصير بستة إكغيك، وشحال خلصو في المجموع؟ خلصو 98. إذا هذه هي المعادلة الأولى، واضح؟ إذا غندير نحصل على النظمة، نسبق هذه اللي فيها ربعة إكس زائد ستة إكغيك تساوي 98. الترتيب راه ماشي مهم ديال المعادلة، تقدر تبدأ بهذه تقدر تبدأ بهذه، بحال بحال. ستة إكس زائد ربعة إكغيك، غير باش جينا بحال النظمة اللي الفوق وصافي 92. دونك هنايا هاد النظمة في شكل وهادي في شكل، ولكن إلا مشيت إلا قسمت هاد المعادلة الأولى كيف ما شفنا، إلا قسمتها على جوج غتعطيني هادي. وهنا عندي ثلاثة إكس ستة إكس، إلا قسمت هادي حتى هي على جوج، ربعة على جوج غتعطيني جوج، 92 إلا قسمتها على جوج حتى هي غتعطيني 49. دونك إلا قسمت هاد المعادلتين على جوج غيعطوني نفس النظمة اللي عندي في السؤال السابق، وهذا الشيء غنديرو في المرحلة الثالثة ديال حل النظمة. دونك غادي ندير لدينا هاد النظمة هادي، نعاود نكتبها. دونك قلنا باش نحصلو على النظمة اللي عندنا خصنا نقسمو على جوج، نقسمو ثاني هنا على جوج، نقسم على جوج ولا نضرب في واحد على جوج، بحال بحال. القسمة راه هي الضرب في المقلوب. دونك ربعة على جوج عطينا جوج إكس، ستة إكغيك إلا قسمتها على جوج عطينا ثلاثة إكغيك، 98 على جوج غتعطينا ستة وربعين. دونك تسعود على جوج عطينا ربعة تبقى واحد، 18 عطينا 49 ماشي 46، عفوا عطينا 49. وهي اللي عندنا فعلا في المعادلة الأولى. دوزو المعادلة الثانية، تنقسمو على جوج، ستة على جوج عطينا ثلاثة إكس، ربعة على جوج غطينا جوج إكغيك، واثنين وتسعين على جوج هي اللي غطينا ستة وربعين، تسعود على جوج ربعة وتبقى واحد، 12 على جوج ستة، واضح؟ وهذه راه هي النظمة اللي عندنا في السؤال الرابع. إذا ما غاديش نضطر أنني ندير الحل ديالها، غندير فقط ونعلم أن الزوج، شناهو هاد الزوج؟ 8 11، كنا لقيناه أن الزوج 8 11 هو حل هذه النظمة. وندير حسب السؤال رقم 3 حسب السؤال، المهم لا درت غير هكا راه صافي راه باين. الرجوع للمسألة والتحقق من الحل. دونك عندنا 8 راه هي إكس، و11 هي إيكغيك، واضح؟ دونك إكس هي 8، إكس لما عطيناها حنا عطيناها الثمن أكواب من القهوة، يعني ثمن الكوب ديال القهوة راه هو 8 ديال الدراهم، وهادشي اللي جاري به الأمل. وثمن الكاس ديال العصير شحال؟ هو 11 درهم، واضح؟ إذا نتأكدوا بعدا من المسألة، عندنا 4 ديال الأكواب ديال القهوة، يعني 4 إلا ضربتها في 8 وزدت عليها 11، إلا ضربتها في 11 الثمن ديال العصير، إلا ضربتها في 6 ديال الكيسان خاصها تعطيني 98، 4 في 8 غطيني 32، 11 في 6 66، 6 زائد 2 8، 6 زائد 3 فعلا 98. دوز العائلة سليم، خلصوا 6 ديال القهوة، يعني 6 ديال القهوة في 8 دراهم، زائد 4 ديال الكيسان ديال العصير في 11 درهم الواحد، 6 في 8 شحال 6 في 8؟ ياوي 6 في 8 هي 48 ياك، زائد 4 في 11 44، 4 و 8 12 يبقى 1، 4 و 4 9 و 1 92 فعلا كتب. إذا 8
الكوب الواحد من القهوة هو 8 دراهم، وثمن كأس عصير الليمون الواحد هو شحال؟ هو 11 درهم. واضح؟ إذا هذا هو الحل ديال التمرين الأول. نتمنى أنكم تكونوا جاوبتوا أجوبة صحيحة، ونتمنى أن الناس اللي مازال ما دوزوش الامتحان يكونوا استفدوا من هذا الشرح، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله باش نكملوا هذا الامتحان ونشوفوا امتحانات أخرى قبل الجهوي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.